والله سمعت عنه بس ما يعني مش هالاهميه اللي اروح احضره، لانه بالنهايه الاجتماع يعني حيثياته او الاشياء اللي اتفقوا عليها راح تبين بالاخر. هذا قانون ظالم، قانون ظالم للمواطن. هذا يعني احنا بلدنا وبدنا ندفع ضريبه على العيش اللي احنا فيها كمان، يعني بكفيناش الغلاء، بكفيناش الاجرات، بكفيناش كل شيء علينا، يعني احنا متضايقين مخنوقين مخنوقين جدا. الاجتماع ما حدا يعرف عنه تقريبا، يعني قانون الضريبه قانون جائر، ولانه ما ظل إشي ما نحط عليه ضريبه، فالمواطن في حاله من اليأس، تدني الدخول وارتفاع المتطلبات الحياتيه. التعديل كانت بعباره عن نسب بسيطه وارقام بسيطه، يعني عن الوزاره المره السابقه، يعني ما فيش اختلاف حكومه الرزاز عن حكومه الملقي.